أكدت لجنة الثروة الغذائية بغرفة التجارة وصناعة البحرين عودة أسعار الخضروات والفواكه إلى طبيعتها واستقرارها، مشيرة إلى أن الأسعار ستنخفض أكثر خلال الفترة المقبلة. وحول هذا الموضوع أكد السيد خالد الأمين رئيس لجنة الثروة الغذائية بغرفة التجارة وصناعة البحرين، أكد خلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة أن عودة الأسعار إلى سابق عهدها وتوفر السلع بشكل وافي سيتم بشكل تدريجي. عودة الأسعار ممكنة، ونعمل احنا مع التجار على استقرارها في السوق المركزي، وهي مرتبطة بعدة عوامل. هي خطة فيها برنامج وجدول زمني لإنزال الكميات اليومية اللي يحتاجها سوق المنام المركزي من مختلف أنواع الفواكه والخضروات، وهذه كلها مرتبطة بشبكة لوجستية من دول العالم لتوافر المنتجات طيلة أيام السنة خصوصا رمضان. نعمل جاهدا على تنفيذ توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ونتمن عاليا متابعته أول بأول لهذه الموضوع. البحرين استوردت دفعات وشحنات جديدة من الخضار والمواد الغذائية من مصادر أخرى. الأسواق تلبي جميع احتياجات المستهلكين والمخزون وافر وقل التهافت، وهذه اللي خلى الأسعار تعود وتتراجع وبتعود إلى سابق عهدها.